Mosaic FM Podcast. مرحبا بكم. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لكان 2013 في تربص الدوحة. اليوم الأولاد عملوا زوز حصص تدريبية. وسام يحيى شارك في تمارين العشية بعد ما خذ راحة في الصباح. في المقابل غاب يوسف المساكني اللي قاعد يلعب اللحظات هذه مع فريقه الأخوية القطري مقابلة ودية ضد بايرن ميونخ الألماني. حاليا 5 دقيقة تقريبا ونتيجة 3-0 للبايرن. يوسف دخل مع بداية الشوط الثاني. نكمل مع الافكتيف صابر خليفة كما نعرفه موجود في التمارين اليوم. كان حاضر من اليوم الصباح أيمن عبد النور ووهبي الخزري يوصلوا غدو من فرنسا. نذكروا لعبد النور يلعب اللحظات هذه زادة مع فريق تولوز مقابلة من الدور الثالث للكوب في فرنسا ضد بولون. المنتخب التوغولي واحد من منافسي منتخبنا في المجموعة الرابعة للكان يلعب اللحظات هذه مقابلة ودية ضد النيجر. 4 ساعة لعب تقريبا ونتيجة ما زالت التعادل 0-0. تيم الرباعي جول السياسيس أمضى اليوم عقد ب6 شهور مع قوية في القبصة. مروان بلغول في ترجي جرجيس بري ب6 شهور بعد اتفاق حاصل مع الاتوال. من جهة أخرى ترجي جرجيس برمج زوز مقابلات ودية غدوة ضد اتحاد تطاوين ونهار الاثنين ضد جمعية جربة. منصور البركي اللاعب الليبي للشبيبة القيروانية تحول الفريق السابق الاتحاد الليبي مقابل 130 مليون. في الهوند منتخبنا الوطني لعب اليوم ثاني مقابلته في دورة الدنمارك ضد المنتخب السلوفيني وانهزم 28-23. هذه الهزيمة الثانية لمنتخبنا في الدورة هذه. غدوة آخر مقابلة ضد مونتينيغرو. اليوم العشية في مقبرة الجلاز التوانسة الكل شيعوا فقيد الرياضة التونسية الأسعد الورتيني المثواه الأخير في موكب خاشع. وحضور كبير برشا رجعنا 16 عام تقريبا التالي. وأجواء اللي تفينا أن نذكره كانت وقتها متاع المرحوم الهادي بالرخيصة. برشا وجوه رياضية برشا وجوه فنية كانت موجودة من كل الانتماءات كل الأعمار في لحظة في الحقيقة غابت فيها الألوان وحضر الامتنان حضر فيها الوفاء الروح اللازم. جو الله يرحمه وينعمه ويصبر إن شاء الله عائلته وحبيبه. جست ملاحظة أخيرة في التفينة هذه. مجموعة من جماهير البقلاوة عرضتنا اليوم في الجلاز وطلبوا منا بكل لطف باش يوصلوا صوتهم ويعبروا على ألمهم الكبير ويقدموا زادة تعزيهم للحارة لعائلة الفقيد الأسعد الورتيني باسم كامل جماهير الملعب التونسي. مرة أخرى نقولوا الله يرحمك يا زجو. إنا لله وإنا إليه رجع.